بكم رحبوا بالحضور والمشاركين في هذه الندوة. هذه الندوة التي تنظمها الأستاذة سهام الدباب المساوي، عضوة في بيت الحكمة كما تعلمون، وهي عضو في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونحن في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية نعتبر هذه التظاهرة مفيدة ومفيدة جدا، لأنها تبحث على الجديد والتجديد. وكما تعلمون موضوع الغذاء هو موضوع غير تقليدي بالمرة، وهو موضوع كما نسميه نحن عابر للتخصص، والبحوث العابرة للتخصص نعتبرها في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية هي قمة البحوث، ونطمح إلى أن نخلق هذا التقليد ونرسخه في إطار قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية وحتى في إطار بيت الحكمة بصورة عامة. والبحوث البينية أو العابرة للتخصص، الكلمتين الآن هما موجودة في العربية للتعبير عن عبور التخصص. البحوث العابرة للتخصص هي مفيدة، ولا فائدة أن ندخل في التفاصيل أين تكمن إفادته، لكن ربما هناك من يرى فيها خطورة، لأنها تقول مع هذه البحوث العابرة للتخصص فإننا نقضي على التخصص، ونحن في حاجة للتخصص. لا يمكن أن نقول أننا لسنا في حاجة إلى متخصصين، في حاجة إلى مؤرخ، نبدأ بالتاريخ لأني أنا مؤرخ، في حاجة إلى عالم الاجتماع، في حاجة إلى الأنثروبولوجي، في حاجة إلى الكل أكيد، لأن البحوث تتقدم بالتركيز في التخصص، لكن تتقدم أكثر هذه البحوث عندما تنهل كل تخصص ينهل ما هو أفضل عند التخصصات الأخرى لجعل تخصصه أمتن. إذن عبور التخصص لا يقضي على التخصص، بالعكس، وإنما هو يساهم في تدعيم التخصصات وتجعلها أكثر أهمية وأكثر متانة. ويمكن أن نأخذ مثال، ومثال دائما أنا مؤرخ نأخذ مثال التاريخ في الحوليات الفرنسية، مجلة الحوليات ماذا اختصاصها التاريخ أساسا، ولكن عندما نرى كيف يدرس التاريخ في إطار الحوليات الفرنسية هو تاريخ يأخذ من كل الاختصاصات الأخرى ويجعل من التاريخ في الحوليات الفرنسية تاريخ جديد ومتطور، على الأقل في السنوات 70-80-90، مع نهاية التسعينات تغيرت المعطيات وأصبحت هناك منابع أخرى للتقدم في البحوث، لكن دائما عبور التخصص يبقى هو القائم. إذن هذا لهذا معي مثل هذه التظاهرة هي إضافة، ونرجو منها الكثير، وأتمنى لكم بطبيعة الحال النجاح في ندوتكم هذه. والآن أحيل الكلمة للأستاذة سهام الدبابي لكي تقدم هي الندوة. شكرا سي عبد الحميد، ولا نشكر هذا القسم الجديد الذي أصبحت أنتمي إليه، قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي رحب بهذا المشروع ونحن نقدمه اليوم. ما هو هذا المشروع؟ هو في الواقع هذا المشروع هو نتاج تكوين طويل بدأ قبل سنة 2021 في دروسي وإشرافي على أطروحات فيها جميعا، في كل أطروحة منها قسم يتعلق بالغذاء. ولكن سنة 2021 فكرت في التعمق أكثر في التراث العربي
لأني وجدت فيه أشياء كثيرة عن الطعام والشراب غير مدروسة، فمهما درست في أطروحتي وبعد هذه الأطروحة فإن أشياء كثيرة بقيت دون درس. اخترت فريقا من الزملاء والطلبة الذين أشرفت على رسائلهم، وقمنا بتكوين نظري. في الواقع كنت أقوم بتكوين نظري في الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا طوال تدريسي، وكان ذلك مرة في الشهر أو في 15 يوما. كنت أجمع الطلبة من قسم العربية وقسم التاريخ إلى هذا التكوين. ولكن في سنة 2021 قمت بتكوين مركز في علم اجتماع الغذاء وأنثروبولوجيا الغذاء وتاريخ الغذاء وسيميولوجيا وسيميوتيقا الغذاء. كان دونك هذا التكوين طيلة سنة كاملة. بعد ذلك اختار الفريق أن ننجز كتابا معا، وتم ذلك في السنة الماضية. قسمت هذا العمل إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو في المصادر، لأنني أعتبر أن المصادر هامة جدا، لابد وأن نذكرها وأن نصفها، وأن فهي المصادر هي الآلية الأولى للبحث العلمي. ولكن فكرت بعد ذلك في قسم يتعلق بالمناهج، أولا لأن اختصاص قسم العربية في منوبة في الجامعة التونسية بصفة عامة هو استعمال المناهج الحديثة في الدراسات اللسانية والدراسات الأدبية والدراسات الحضارية، ولأن ظاهرة الغذاء هي ظاهرة اجتماعية كلية كما عرفها مارسيل موس. عندما نقول ظاهرة اجتماعية كلية يعني أننا نحتاج إلى جهاز نظري يسمح لنا بالتعمق في دراسة الظاهرة الغذائية حتى لا نبقى في مستوى الوصف العقيم وفي مستوى الجمع الذي تجوز بطبيعة الحال في القرن العشرين والقرن 21. لا يستطيع المختص في الحضارة اليوم أو في التاريخ أو في الأدب أو في اللسانيات ألا يتزود بزاد منهجيا يعمق البحث. لذلك اخترنا تقديم أهم المفاهيم النظرية التي يمكننا أن نعتمدها في البحث في ظاهرة الغذاء، تقديم بعض الأعلام، ولكن كذلك اختار الطلبة والزملاء، الطلبة الذين أنجزوا أطروحات والزملاء اختاروا أن يترجموا مقالات اعتبروها هامة جدا للمجموع القراء الذين يمكن أن يوظفوا هذه المفاهيم. وارتأيت في قسم ثالث أن نقوم بمقاربات جديدة لنصوص في الغذاء. هذه المقاربات التي توجد عندكم في البرنامج، وأعتبر أن هذه بداية للعمل الجماعي. وإن كنا نحن بدأنا في بيت الحكمة في مستوى أوسع، ولكن ربما في مستوى دراسة التراث العربي أعتقد أن هذا هو بداية. نرجو أن تكون لنا الصحة حتى نستطيع أن ننهي مشروعا هو مشروع كبير. شكرا سي عبد الحميد. شكرا لك على هذا التقديم. وسنبدأ الآن. سمح لي أتكلم العربية ولا الفرنسية؟ لا، فما الآن نسيت شيئا. شاركت في هذا المشروع زميلتين فرنسيتين مختصتين في التاريخ الإسلامي، في تاريخ العالم الإسلامي الوسيط. قامت إحداهن بأطروحة
في تتعلق بالغرب الإسلامي، الغذاء في الغرب الإسلامي، والثانية أطروحة تتعلق بالعهد العصر العباسي، ولكنهما تدرساني دعوتهما إلى الاشتراك في الكتاب وتقديم العمل تقديم عن بعد، ولكنهما تدرساني اليوم ولا تستطيعان التغيب، لذلك ستقدم زميلة دونك آمنة بن عبد الحميد ستقدم تقرأ النص الفرنسي للزميلة ماريان بريزفيل، وسأتولى أنا غدا بقراءة نص أودري كير. عندك برنامج بالعربي؟ البرنامج بالعربي هو موجود، ما عطاكش برنامج بالعربية؟ فاش ما حطولكش برنامج بالعربية؟ ليس لنا البرنامج إلا باللغة الفرنسية، نحن نحتاج جميعنا نحتاج إلى برنامج باللغة العربية، لأن الندوة أساسا هي باللغة العربية باستثناء مداخلتي الزميلتين الفرنسيتين، ولكن كل الندوة هي بالعربية. تحصلنا على واحدة. أترك مكاني لآمنة نبدأ إذن بالحصة الأولى، الجلسة العلمية الأولى. حنان بالشاوش تفضل. مرحبا بك. اسلام عايش. انت تكون في عز الدين. اشرب في عقلك. اذا الاستاذه حنان بالشاوش في مرحلة أولى وهي أستاذة الحضارة العربية والإسلامية بجامعة منوبة، وعنوان مداخلتها الطعام في كتابي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي والمنتظم لابن الجوزي. إذن كتابين، يعني ستعتمد على كتابين. ثم بعد ذلك نستمع إلى ماريان بريزفيل. إما جبلوي سأقرأ عن ماريان بريزفيل. إذن أستاذ آمنة جبلوي، أستاذ الحضارة العربية الإسلامية بقسم العربية من نوبة، وستقرأين ورقة الأستاذة ماريان بريزفيل. نبدأ إذن مع الأستاذة حنان بالشوش. شكرا سيدي. إليك الكلمة. تفضل. أتوجه بأرقى عبارات الشكر والامتنان لأستاذتي سهام دباب المساوي لما بذلته من جهد كبير لتشكيل فريق اشتغل على مبحث الغذاء في التراث العربي، فأحالتنا على المصادر المختصة وخصصت من وقتها أشهرا لتكويننا وإطلاعنا على أبرز المقاربات الحديثة العربية والغربية المهتمة بهذا الحقل. كما أشكر مجمع بيت الحكمة على هذه الفرصة القيمة لتقديم أعمالنا وطرح إشكالياتها ومضامينها. في إطار هذه الجلسة الأولى أقدم مقالي بعنوان الطعام في كتابي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي والمنتظم لابن الجوزي. وقد اشتغلنا على المصنفات التاريخية نظراً إلى ما تتميز به من أهمية بالغة في مستوى طرحها لقضايا الواقع اليومي فيما يتعلق بممارسات الفرد واختياراته وأسلوب عيشه وحاجاته وعلاقاته، فتختزل بذلك جوانب عدة تجمع بين الاجتماعي والثقافي والسياسي والنفسي، مقدمة في الآن ذاته مجموعة من الحوادث الفاعلة والمؤثرة في مسار سيرورة التاريخ.
يباغتنا حضور مادة الطعام في ثنايا الوقائع المروية فتلفت النظر إلى قيمة وجودها وقوة تأثيرها وقدرتها على تمثل الممارسات الغذائية وأفعال الأكل وآدابه وعاداته، وذلك ما يبرر اختيارنا لكل من كتابي كتاب البغدادي وكتاب ابن الجوزي. إذن نحتاج في هذا السياق إلى تقديم المدونتين، فقد وفرت لنا نصوص التراث العربي كما سبقا ذكرت مادة غذائية خصبة ساعدت على البحث في نسق هام من أنساق الحياة اليومية على حد تعبير الأستاذة سهام الدبابي في أطروحتها الطعام والشراب في التراث العربي. انطلاقا من هذا المقام ارتأينا العودة إلى متون الخطاب التاريخي الذي لم يغفل عن الحديث عن سنن الأكل ومحادثات الطبيخ عند المسلمين وألوان الأنبذة والخمور الموصولة بعادات يومية رتيبة أو بلحظات احتفالية خارقة. إن اهتمام المصنف التاريخي بسرد الوقائع والأحداث في تتاليها وتعاقبها لم يحل دون التنبه إلى ما يؤثث الحياة اليومية من تفاصيل وأنظمة متصلة بالمعاش. إذا لدينا هنا تاريخ مدينة السلام أقدمه، يعد كتاب تاريخ مدينة السلام من أبرز مؤلفات الخطيب البغدادي، وقد ضم عددا ضخما من التراجم للمحدثين والحكام والوزراء والولاة وغيرهم من أرباب العلوم والكفاءات، ولا يقدم الكتاب في الحقيقة هذه المادة فحسب بل يثمر في طياته إشارات إلى مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، وقد استفدنا كثيرا من هذه المادة التي قدمها البغدادي باستخراج ما يتعلق بالطعام نسقا من أنساق الحياة اليومية وما اتصل بهذا الموضوع من مسائل فرعية انخرطت في الحياة السياسية وارتبطت بالمجتمع وما يقتضيه وجود الأفراد وعلاقتهم، إضافة إلى صلة مادة الطعام بالحقل الطقسي. كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم يعد أيضا من المصنفات التاريخية الموسوعية التي تنطوي على مادة خصبة هي خلاصة سير وأحداث وتقلبات سياسية واجتماعية وتغيرات عميقة فكرية ووجودية كان لها الفضل في تأسيس رؤية متكاملة وشاملة تطلعنا على فترات تاريخية متلاحقة وثرية. فابن الجوزي في غضون سرده التاريخي للأحداث على مدار السنوات وترجمته لعديد الشخصيات من خلفاء وسلاطين ووزراء وفقهاء ومحدثين ومصنفين وغيرهم، كان حريصا على الإحاطة بكل ما يتصل بحياة الفرد من أطعمة ومآكل متنوعة ووصفها وذكر طيبها وخبيثها ونافعها وضارها وعلاقتها بالزمن الرتيب اليومي أو الزمن الاحتفالي دون أن يسهب في ذلك أو يشذ عن منهجه الذي يسير عليه، بل تطرق إلى مختلف هذه التفاصيل في نطاق التزامه بسرد الأحداث والعناية بالتراجم، وهذا ما يثبت خصوبة مؤلفه ويعكس ثراءه المعرفي ويجعله حسب قول هنري لاوست مرجعا له قيمة استثنائية. من هذا المنطلق وزعنا مادة الطعام في المدونتين إلى أصناف عديدة بوبناها في جداول توضيحية كانت على النحو التالي. إذا مادة الطعام في المدونتين، هناك طعام الرسول، نماذج، هناك المادة والشاهد والمدونة، النماذج متعددة، التمر، البسر، الرطب، الإدام، الدباء، الثريد. طعام المتعبدين والزهاد والمتصوفة، طعام
طبعا هناك من المتصوفة من يمتنع عن أكل بعض الأطعمة، ومن ذلك مثلا الخبز حسب ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم. الموردية هذه هي من المتصوفة، لا تأكل خبزا ولا رطبا ولا تمرا. هناك طعام الخاصة، هذا الطعام يعكس الترف الاجتماعي، أطعمة فاخرة، الحوت والفاكهة والدجاج البحري والسمك والفاكهة، قطائف السكر، الجوز والعسل وما إلى ذلك. ثم الطعام الطقسي قسمناه إلى عناصر، طقوس العبور، التمر مثلا في النفاس، قال الرسول أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، السكر، الشعير المعقود، الطقوس الدينية، ما يؤكل وقت الإفطار مثلا التمر، في رمضان لحم الصيد. ثم الطعام الضيافتي، سكباج وعصيد الهريسة والقديد وما إلى ذلك. طعام الضيافة أيضا الخبز والتمر، الأقط والتمر والسمن، الفاكهة، قائمة طويلة. والطعام اليومي، البقلة والباذنجان والبن والفجل، لحم الإبل. طعام المنامات، سأعلق على هذه الجداول، التفاح، الخبز. طعام الشوق أو الطعام المشتهى، الموز، الخيار، التمر، اللحم، السمك، الهريسة. وطعام الأهوال أثناء الحصار والحرب، الجوع والوباء، وقائمة طويلة أيضا. نصل في هذا الجدول إلى أكل لحوم البشر، أكل الأبناء، أكل لحم الموتى المشوي، طعام العقاب وهو طعام السلطة، آلية من آليات السلطة للتعذيب. إذن أعلق على هذه الجداول. اشتمل الكتابان على مادة طعام غزيرة ومتنوعة، وهذا من شأنه أن يحيل إلى كون الطعام يشكل بنية لا تخلو من التعقيد. ولقد ارتأينا توزيع هذه المادة إلى جداول حسب أبرز المواضيع المطروحة في المصنفين، فضبطنا الطعام في علاقته بالديني، وذلك من خلال طعام الرسول وطعام المتعبدين والزهاد والمتصوفة، وتبينا انطلاقا مما وفره لنا التراث الديني الإسلامي مجموعة من القواعد والسنن والآداب المرتبطة بالطعام الذي تقره السنة النبوية وترسخه بعض الجماعات الدينية مثل الزهاد والمتصوفة في الحياة اليومية، طبعا متوخين نهج الرسول وطريقته في الأكل واختيار الأطعمة التي ظلت محكومة بمبدأي الحلال والحرام. أورد البغدادي الكثير من الأخبار التي تتضمن سنة الرسول في الأكل، وما كان يأمرنا به مثل أكل التمر وأكل الجبن بالجزر الذي هو شفاء للجسد، وغيرها من السنن والقواعد التي تنظم السلوك الغذائي. يظل طعام الرسول منتجا لضوابط دينية قدسية تعكس فحوى المعتقد في الواقع، وتمثل أنموذجا يحاكى، فيسعى الفرد إلى إعادة إنتاج وتفعيل ما مورس من عبادات، ويتأثر طعام المتعبدين من الزهاد والمتصوفة بجانب كما قلت من سلوك الرسول، لكن أسلوبهم ومنهجهم يقطعان مع كل ما تستطيبه النفس في العادة، فيكون الإعراض عن الطعام اللذيذ. ولعل مثل هذا الشكل من التورع عن المباحات من الطعام هو من الأشكال التعبدية الهدف منها معاناة تجربة روحية تفضي إلى الفناء في الله والاكتفاء بالضروري من الطعام. بالإضافة إلى ذلك قدمنا موضوع الطعام الطقسي.
الشخصي من جوانب عدة، منها الاحتفالي والديني واليومي، وجميعها تتكون من طقوس دينية عاكسة للنظام المتحكم في السلوك الفردي. وينضم إلى الطعام الطقسي أيضا طعام الضيافة، لأن حدث الضيافة لا يستقيم ولا يكتمل إلا بوجود الطعام الذي يؤلف بين المجتمعين على مائدة واحدة للتشارك في غذاء واحد والمحادثة والتفاعل العكس للانسجام والتآلف. يظل عالم الضيافة محكوما بآداب ترتبه ومراحل تقننه تمأسسه، تبدأ بالدعوة والإجابة فالحضور فالأكل ثم المغادرة. ويطفو طعام الخاصة ليبرز بكثافة في المؤلفين، فتتنوع الموائد وتعج بألوان الطعام الفاخري العاكس للتمايز الاجتماعي ولما تختص به الذات المترفة من رفعة ورقي. الطعام لدى هذه الفئة تخطى الحاجة البيولوجية وبات فنا يكشف عن الذوق الفاخري والتأنق والأبهة وأسلوب عيش مخصوص، وكل ذلك يثير دهشة الناظر ويبهره. وعلى عكس هذا الضرب من الأطعمة، تنطوي مادة المنتظم وتاريخ مدينة السلام على صنف آخر تستخدمه السلطة السياسية للتعذيب والعقاب، وهو طعام العقاب. تفرض السلطة من خلاله هيمنتها وتمارس ألوان التعذيب والقهر والعصف السياسي على كل مارق معارض لها، فتتوسل بالأطعمة النجسة المقرفة لتمرير ممارساتها الاستبدادية على الخاضعين لها. وإن الطعام طبعا في هذا السياق يتحول إلى ميكانيزم من ميكانيزمات السلطة، يعني ميكانيزم من ميكانيزمات الضبط والعقاب، ومن ثم تنشأ السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة لفرض سيطرتها. إضافة إلى ما ذكرنا، تحتفظ مرويات ابن الجوزي وأخباره بوقائع تاريخية توثق لجملة الاضطرابات والأزمات الغذائية والأوبئة التي اجتاحت الدولة العربية الإسلامية، ونجم عن ذلك ظهور أصناف من الأطعمة غير مألوفة تكون إفرازا لظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة قادت إلى المجاوع التي حالت دون قدرة الفرد على تحصيل النزر من الغذاء الذي يسد رمق الجوع، فصار الفرد فريسة لغيره، يصنف لحمه في قدر أو يشوى كما يشوى لحم الجزور. طعام الأهوال هو صورة بشعة لما أصاب المجتمع العباسي في فتراته الأخيرة من تأزم بالغ واختلال عميق أثر في سلوك الفرد وقاده إلى بروز أفعال غير متوازنة تحكمها الفوضى العارمة، فينتهي الأمر إلى تدني الفرد وسقوطه في العجز واليأس وتجرده من إنسانيته. إن شدة القحط وعسر الشدائد التي عاشها المجتمع آنذاك أثر طبعا في الجانب النفسي للذات التي أضحت ترى في أحلامها ومناماتها صنوفا من الأطعمة تأمل أن تطالها، فنجد في طيات كتاب المنتظم نماذج من طعام المنامات الذي تشتهيه الذات في يقظتها ولا تستطيع إدراكه لفقرها وقلة حيلتها، ومن ثم تستحضره في حلمها وتتمثله أثناء منامها لعلها تناله فيكفيها جوعها وخواء بطنها. ولقد حرصنا في هذا السياق على إفراج جدول لطعام الشوق الذي لم يكن نتاجا لواقع معقد ومضطرب بقدر ما كان صادرا عن رغبات النفس وأهوائها وميولاتها، لذلك يتمكن الفرد من الحصول عليه أو تتدخل أطراف أخرى لتحقيقه أو تظل الشهوة عالقة صعبة المنال. بناء على ما ذكرنا من صنوف الأطعمة الواردة في المدونتين، ندرك أن الغذاء عنصر حاضر في أعطاف مختلف الأخبار والتراجم والمرويات على تنوع مواضيعها، فهذا النسق
اليومي جامع للبناء الذوقية والحسية، يحمل علاماته ورموزه ودلالات أغذيته، وينتظم وفق قواعد محكمة تنحت علاقة تفاعلية بين الآكل والمأكول. أختم. لقد استقام الطعام موضوعاً للطرح وخطاباً وثقته الأخبار التاريخية ونزلته حيز أطر الواقع، وذلك في غضون مسار سردي تمثيلي للأحداث والتواريخ، فأضحى بدوره عنصراً مهماً في تشكل بنيته ينضاف إلى مجمل المواضيع الأخرى المطروحة ويتناسق معها. إن ذلك ما تبيناه من خلال تاريخ البغدادي ومنتظم ابن الجوزي، حيث يتجلى الطعام عبر طيات المدونتين نظاماً محكوماً بمبادئ وشروط وممارسات ترتبط أنواعه وألوانه بمقامات عدة وأذواق مختلفة، فيساهم وفقاً لذلك في تقديم صورة متعددة غنية عن الواقع الذي يحياه الفرد زمن الاستقرار والتوازن أو زمن الاختلال والأزمة. لقد حولت مادة الطعام المبثوثة في الكتابين، خولت لنا في الحقيقة الانفتاح على صنوف من الأطعمة اليومية والاحتفالية والدينية وأطعمة أخرى ارتبطت بفئات المجتمع وطبقاته التي لها اختياراتها الغذائية وذوقها المختلف العاكس لمكانتها ونظرتها الاجتماعية والرمزية للأكل وللآكل. ولم تقتصر الأخبار المتعلقة بالطعام على تناول هذه الجوانب فحسب، بل وقفت عند كيفية الأكل وسلوك الذات الآكلة وعاداتها، متى حضر الطعام على المائدة ومتى تقاسمت مع غيرها ما بذل أمامها من صنوف الغذاء. فالاجتماع من أجل المؤاكلة تحكمه ضوابط وآداب تحدد طبيعة السلوك الغذائي وتجعل من فعل الأكل فعلا ثقافيا له وظائفه وفواعله وفضاؤه الخاص. وفقا لما انتهينا إليه، فإن الطعام يظل عاكساً لتفاصيل الحياة اليومية مختزلاً بسلسلة من الرموز والعلامات التي يعود لها الفضل في تشكل هوية الأناء الاجتماعي. شكراً. نشكر الأستاذة حنان بشاوش على هذه المداخلة الشيقة، والتي حسب ما فهمت أنها قامت بحفر في هذين المصنفين التاريخيين لبلوغ إلى معرفة ثرية حول الأطعمة، تلك المعرفة التي تكشف بطرق غير مباشرة بطبيعة الحال على الحياة اليومية في تلك الفترة. وشكراً إذن على هذه المداخلة الثرية. ننتقل الآن إلى المداخلة الثانية، والتي ستقدمها لنا الأستاذة آمنة الجبلاوي، أستاذة مساعدة بكلية الآداب بمنوبة اختصاص الحضارة العربية الإسلامية، والتي ستقدم مداخلة بالفرنسية لماريان بريزوفيل، أغريجي دكتورانت ودكتور docteur en histoire médiévale et chercheur à l'université de Lyon 2, et le titre de sa communication, Les sources de l'Occident médiéval. À vous la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier cher professeur Sihem Dabebi Misewi pour avoir supervisé ce travail de recherche, un travail collectif, un excellent exercice de formation et d'écriture d'articles académiques, parmi lesquels j'interviendrai demain sur le sujet des Sabéens, les Sabéens mandéens et les rites d'ascension céleste dans les sources arabes, sacrifices et repas funéraires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de lire le papier d'une collègue, Marianne Brisville, agrégée d'histoire. Le titre de son papier s'intitule « Les sources de l'Occident islamique médiéval ». Marianne ne peut pas intervenir parce qu'elle donne cours à cette heure-ci, donc j'ai le privilège et l'honneur de lire son travail. Donc « Les sources de l'Occident islamique médiéval ».
Introduction. L'alimentation dans l'Occident islamique médiéval, à l'instar d'autres périodes ou espaces d'études, constitue un domaine de recherche vivifié par une diversification des approches et une multiplication des données disponibles, tant textuelles que matérielles. Toutefois, pour l'époque médiévale, et notamment pour l'Occident islamique, les chercheurs sont amenés à faire flèche de tout bois. Dans la mesure où les sources demeurent fortement marquées par les aléas de conservation et dès lors des disparités, en témoigne la documentation renseignant les régions incluses dans l'expression Occident islamique ou Occident musulman, étroitement liée à l'extension de l'empire islamique Dar al-Islam, et dès lors au processus d'arabisation et d'islamisation des communautés humaines et des territoires. Alors que la conquête du Maghreb s'amorce au 7e siècle et celle de la péninsule ibérique, Al-Andalus, au 8e siècle, les textes parvenus jusqu'à nous, qui informent sur les pratiques alimentaires, datent pour les plus anciens du 9e siècle au 9e siècle. Les 11e et 13e siècles marquent un accroissement du nombre de traités arabes conservés et aussi de la variété des genres littéraires. De plus, les corpus présentent une complexité particulière pour les espaces insulaires islamiques, que sont la Sicile entre le 9e et le 11e siècle, les Baléares entre le 10e et le 13e siècle. C'est pourquoi les démarches pluridisciplinaires sont une voie décisive pour pallier les carences documentaires. Les disciplines archéologiques tendent en effet à approfondir notre perception des communautés du passé en multipliant les vestiges documentant les pratiques alimentaires. Toutefois, ces données matérielles restent dépendantes des campagnes de fouilles programmées ou préventives menées de manière très inégale selon les pays. S'observent dès lors des disparités spatiales et temporelles, le Maghreb restant bien moins étudié que la péninsule ibérique. Aussi, le panorama des sources présentées ici peut-il pleinement se trouver complété à l'avenir selon les découvertes aussi bien de sites archéologiques que de manuscrits propices à étudier le fait alimentaire. C'est pourquoi il implique de prendre en considération la spécificité de chaque type de données en ayant en conscience leurs apports, mais aussi leurs limites. Afin de favoriser le dialogue entre les disciplines, seront ici présentés, sans viser l'exhaustivité, les principaux documents qui renseignent sur l'alimentation dans l'Occident islamique, en commençant par celles les plus prolixes en termes d'information, à savoir les textes culinaires, médicaux et juridiques, et pour ensuite aborder l'apport d'autres genres littéraires, avant d'esquisser en ouverture les possibles croisements avec les données matérielles, je veux dire données archéologiques. Donc elle va aborder le travail des milieux urbains privilégiés par les sources textuelles. Donc les textes arabes médiévaux demeurent une source privilégiée pour mieux connaître les pratiques et les discours alimentaires dans l'Occident islamique. S'ils se caractérisent par une très vaste diversité de genres, ils les documentent aussi de manière très variable en conférant à l'alimentation une part plus ou moins centrale à leurs propos, qui s'avèrent dès lors inégaux en termes de précision et d'exhaustivité. Aussi, la documentation la plus riche ayant trait aux pratiques alimentaires provient des littératures culinaires, médicales et juridiques qui renseignent de manière privilégiée les milieux urbains et aisés. A. Les livres de cuisine. Les ouvrages culinaires constituent un genre littéraire inestimable pour étudier l'alimentation. Ceux de Dar al-Islam se caractérisent par leur ancienneté et leur nombre. 10 ouvrages conservés datent d'une période allant du 10e au 15e siècle, dont Daniel Newman a mené une recension la plus exhaustive à ce jour, des traités, copies manuscrites, éditions et traductions, ainsi que leurs connexions. 3 de ces livres ont été rédigés ou compilés dans l'Occident islamique médiéval, à savoir 2 traités étudiés dès les années 1950-1960 par l'historien Ambiosio Huici Miranda et le linguiste Fernando de la Granja, auquel il s'est ajouté un autre découvert récemment. Un récepteur anonyme est reconnu dans l'historiographie sous le nom de Kiteb Tabir,
et Anwer Assaidala fi Alwen al-Atima. Ce dernier titre, pouvant être une attribution tardive fournie par la seconde copie manuscrite découverte au début du XXIe siècle. Cette compilation, vraisemblablement achevée au début du XIIIe siècle, est marquée par un important désordre interne, ainsi les variations de style et de lexique, de même que la répétition de plusieurs recettes différentes dédiées à un même plat, suggère qu'une partie de l'ouvrage puisse être plus ancienne. De plus, certains passages ouvrent l'hypothèse d'un lien avec le deuxième ouvrage rédigé dans l'Occident islamique, Fudalatu al-Khiwan fi tayyibat al-ta'am wal-alwan de Ibn Razin al-Tujibi au 7e siècle. Originaire de Murcie, il gagne le Maghreb au milieu du 13e siècle pour s'installer à Tunis où il achève probablement sa rédaction. La connaissance de son ouvrage a bénéficié de la découverte dans les années 2020 d'une nouvelle copie manuscrite par Daniel Newman qui a également trouvé un troisième recueil intitulé Tassanif al-Ataima, encore inédit mais dont l'étude est en cours. Moins nombreux que les ouvrages rédigés dans l'Orient islamique, ces réceptaires occidentaux rassemblent plus de 1000 recettes. Elles s'avèrent déterminantes pour documenter les plats, les ingrédients, les ustensiles et les gestes culinaires, ainsi que les principes diététiques et plus rarement des anecdotes liées à des personnalités, sources d'informations décisives pour appréhender les pratiques et les discours alimentaires. Les livres de cuisine soulèvent toutefois des interrogations, dont celle de leur représentation. Ils sont généralement considérés comme représentatifs des pratiques culinaires ayant cours dans les milieux aisés et urbains en raison de nombre d'ingrédients et d'ustensiles requis ainsi que la technicité des procédés. Leur tonalité élitaire peut toutefois être nuancée au vu de la préparation plus simple, des préparations plus simples rapportées qui requièrent de moindres contraintes matérielles. Cela rejoint une autre interrogation, celle de leur finalité. Les recettes mises par écrit étaient-elles destinées à être réalisées? S'il est difficile de répondre, que ce soit par l'alternative, par l'affirmative ou la négative, les récepteurs manifestent sans conteste les relations entre le savoir livresque et la réalité concrète, entre la fixation des normes et la flexibilité des pratiques. Ils donnent en effet à lire un savoir-faire qui accordait une part majeure à l'adaptation et à l'improvisation, impliquant une multitude de variables telles que la disponibilité des denrées, les possibilités matérielles, les compétences du cuisinier ou de la cuisinière, ses préférences et celles des consommateurs. Bruno Loriot qualifie les livres de l'Occident chrétien médiéval de textes ouverts, dont la transmission manuscrite a pu entraîner des modifications de toutes sortes, par le biais notamment de l'ajout ou de la suppression d'une recette, d'un ingrédient, d'une alternative ou d'un commentaire. Cette dimension s'observe à l'analyse des diverses copies de Fudalat al-Khiwan et encore plus nettement à la lecture du récepteur anonyme. C'est ainsi que certains passages manifestent une inspiration plus littéraire, puisée dans la littérature médicale. B. Les ouvrages de médecine. Les traités médicaux confèrent à l'alimentation une place importante pour préserver la santé et prévenir la maladie. Dans l'islam médiéval, la diététique constituait une des branches de la médecine. À vocation prophylactique et thérapeutique, fondée à l'instar d'autres sciences sur des concepts antiques compilés, assimilés et approfondis par des savants arabo-musulmans, cet essor des connaissances s'illustre par l'émergence d'un genre littéraire indépendant de la médecine généraliste et dédié spécifiquement aux propriétés des aliments, Kitab al-Arbiya ou Kutub al-Arbiya, au régime de la vie, At-Tadbir, ou à la conservation de la santé, Hafd al-Saha. Parmi les ouvrages rédigés dans l'Occident islamique, le plus ancien traité conservé à ce jour est le Kitab al-Arbiya de Abd al-Malik ibn Habib, 238 de l'Égir. Ce célèbre polygraphe de Cordoue doit sa renommée à ses qualités de juriste malikite,
tandis que son ouvrage, probable compilation posthume, manifeste deux traditions distinctes, la médecine arabe ou islamique, reposant sur principalement les corpus gréco-hellénistiques traduits en arabe, et la médecine prophétique à Tab al-Nabawi, rattachée aux sciences musulmanes, dont l'influence s'avère minime dans les ouvrages postérieurs. Ceci intitulé pour la plupart Kutub al-Ardhiya ou Kitab al-Ardhiya, ont été rédigés dans différentes régions de l'Occident islamique en connaissant pour certains une diffusion dans la chrétienté latine médiévale. C'est notamment le cas des traités de l'Égyptien Ishaq ibn Sulayman al-Israili et de son disciple Ibn al-Jazzar, écrit au Maghreb et plus précisément à Ifriqiya. Toutefois, la majorité des traités diététiques conservés ont été rédigés à Al-Andalus par des savants versés en médecine. Il s'agit principalement d'Abu Marwan ibn Zuhr, Aven Zohar, d'Ibn Rushd, le petit-fils, Ibn Rushd al-Hafid, de Maïmonide. Si des auteurs comptent parmi les polygraphes célèbres, tels que l'Isenedin ibn al-Khatib, d'autres demeurent encore mal connus, tels que Ibn Khalsoun, Al-Uryuli ou encore Ar-Rundi. Leurs ouvrages constituent par conséquent des sources majeures de l'histoire de l'alimentation dans l'Occident islamique. Les traités juridiques, genre tout aussi ramifié, la documentation juridique rassemble, outre le Coran, des traités de droit, des manuels de hesba, des sentences, ahkem, des manuels de casuistique, al-masail, ou encore des recueils de consultations juridiques, appelés al-nawazil. Dans l'Occident islamique, ces écrits sont majoritairement issus de juristes malikites dans l'école malikite, appartenant à l'école malikite, et progressivement établie en prédominance au cours de l'époque médiévale. Les textes qui documentent pleinement le fait alimentaire sont dénommés manuels de hesba, qui réglementent les mœurs et les pratiques ayant cours sur les marchés urbains, dont Pedro Chalmeta a retracé la progressive émergence. Donc, à part les textes documentant les milieux urbains, on passe aux textes documentant les milieux ruraux assez rapidement. Il s'agit en premier lieu des traités agricoles. Donc, des genres textuels complémentaires permettent de mettre en perspective les variations spatiales et temporelles des productions et consommations alimentaires. Bien que leurs informations apparaissent plus ponctuelles et dispersées dans les ouvrages, aussi trois genres apparaissent. Est-il plus propice aux recherches en présentant l'avantage de documenter les activités agro-pastorales produites dans les milieux ruraux, à commencer par les ouvrages agricoles, les ouvrages géographiques et les ouvrages hagiographiques. Les traités agricoles, le corpus littéraire traitant des productions agro-pastorales se décline en différents types d'ouvrages et présente une disparité accentuée quant à la disponibilité des copies manuscrites ainsi qu'aux régions documentées aux thèmes abordés. Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Je passe aux ouvrages géographiques. Les traités de géographie ainsi que les récits de voyage complètent les informations ayant trait aux productions et aux consommations alimentaires du Maghreb et d'Al-Andalus. Si à nouveau les écrits sont marqués par la filiation livresque et le travail de compilation, ils présentent toutefois l'intérêt d'esquisser les activités agro-pastorales représentatives de localités et des régions de l'Occident islamique. Ces ouvrages ont été écrits par des orientaux, tels que Ibn Hawqal au milieu du Xe siècle, Al-Umari au VIIIe siècle, mais aussi par des occidentaux à l'image de Al-Bakri, Ve siècle, Al-Idrisi, VIe siècle, ou encore Al-Himyari au début du XIVe siècle. Donc, les récits hagiographiques et autres sources narratives bénéficient d'un récent regain d'intérêt. La géographie constitue une documentation où s'entremêlent à la fois une coloration mystique, un ancrage dans la vie quotidienne des communautés, en particulier celle des campagnes, moins renseignées par les sources médiévales. Dans l'Occident islamique, les récits hagiographiques conservés ont été écrits entre le XIe et le XVe siècle, bien qu'ils se réfèrent parfois à des époques antérieures.
l'intérieur, à l'image de l'avis d'Abu Ishaq Rabnaini, rédigé par Abu al-Qasim al-Labidi, alors que Riyad al-Nufus d'Abu Bakr al-Maliki remonte à l'arrivée des premiers contingents arabo-musulmans au 7e siècle. Malgré leur finalité exemplaire, les vies des saints donnent à lire des pratiques et des représentations, puisque, comme l'indique Nelly Amri, la société fabrique les saints dont elle a besoin. Dans le domaine de l'alimentation, la dimension miraculeuse oblige à un regard critique quant au régime frugal et aux consommations atypiques caractérisant certains dévots. Rachid Al-Hour souligne ainsi que dans la diète du saint, on peut apprécier une parfaite combinaison entre la réalité et la fiction, entre le monde terrestre et celui métaphysique. Pour conclure, mettre en dialogue, il faudrait mettre en dialogue les données textuelles et les données matérielles. De ce panorama nullement exhaustif, des sources textuelles documentant l'alimentation dans l'Occident islamique transparaît un caractère à la fois diversifié et dispersé. Les régions et les périodes se trouvent ainsi inégalement renseignées, alors même que l'approche adoptée complexifie le croisement des informations. Il convient aussi de souligner l'absence de certains genres littéraires qui, tout en ayant circulé dans le monde de Dar al-Islam et plus généralement dans la Méditerranée médiévale, n'ont pas été conservés, voire rédigés dans l'Occident islamique, tels que les livres des animaux, Kitab al-Hayawan ou Kutub al-Hayawan, les traités de chasse. À cette carence documentaire s'ajoute aussi la difficulté majeure rappelée par Pierre Guichard, que représente la très grande rareté, sinon l'absence inlassablement déplorée, des documents d'archives. C'est pourquoi l'approche pluridisciplinaire peut, dans une certaine mesure, pallier les lacunes laissées par les textes, les données matérielles issues des fouilles, constitue ainsi une avancée décisive pour mieux connaître l'alimentation. Portée par un dynamisme amorcé dans les années 1990-2000, diverses disciplines archéologiques et bioarchéologiques analysent les vestiges d'origine végétale, animale ou minérale, permettant d'appréhender les productions et les consommations alimentaires. L'archéobotanique et la carpologie questionnent, à partir des restes des végétaux, les systèmes agricoles et plus généralement les écosystèmes exploités par les communautés humaines. L'archéozoologie étudie les restes osseux accumulés principalement par les rejets d'abattoirs, de boucheries ou de cuisines. Elle documente ainsi les espèces domestiques et sauvages exploitées à des fins alimentaires ou autres, artisanat, engrais, force de travail ou de transport. Les modèles d'exploitation et des modes de consommation sont ainsi mieux connus grâce à l'étude de divers contextes et types d'occupation, incluant des sites ruraux, urbains, périurbains, palatiaux ou encore fortifiés. Plus récemment, les analyses isotopiques menées par des restes humains approfondissent des données sur les régimes alimentaires permettant d'estimer les catégories des denrées consommées par des individus au cours des 10 dernières années de leur vie. Enfin, la céramologie, discipline pionnière dans l'histoire de l'alimentation, se trouve aujourd'hui renouvelée par des recherches menées à la fois sur le terrain et en laboratoire. Dès lors, l'accroissement des données et des problématiques souligne l'apport décisif des approches pluridisciplinaires qui révèlent pleinement la complexité du fait alimentaire. Toutefois, alors que la péninsule ibérique fournit un nombre conséquent d'études bioarchéologiques, les données disponibles pour le Maghreb médiéval se trouvent encore limitées à quelques sites. À titre d'exemple, des données archéozoologiques sont principalement livrées par le site de Sirte en Libye, ceux de Lira et de Erlis au Maroc. De plus, les analyses carpologiques ont été conduites par le site d'Armet, tandis que paraissent les premières synthèses interrogeant les évolutions entre les époques antiques et médiévales. Dès lors, le corpus de données ne peut que s'accroître à l'avenir, et tout particulièrement dans l'espace maghrébin. Les questionnements dédiés aux productions, aux consommations,
aux représentations alimentaires dans l'Occident islamique médiéval, favorisent ainsi des approches comparatistes associant les périodes antérieures et postérieures et les autres régions de la Méditerranée musulmane et chrétienne. C'est pourquoi la gageure actuelle serait de susciter un dialogue entre les disciplines, les spécialités et les chercheurs, de manière à valoriser au mieux les sources tant textuelles que matérielles. Je vous remercie. Je remercie notre collègue Amna Jablaoui d'avoir présenté convenablement ce texte et dans les limites du temps qui lui est imparti. Vraiment, je m'inquiétais au début, je voyais un paquet de feuilles et elle a maîtrisé le temps. Et merci beaucoup. Je remercie aussi notre collègue Marianne Briseville, justement, pour ce texte que je trouve assez riche, condensé. Elle a utilisé des écrits divers. Elle a ratissé large des écrits sur l'alimentation, sur les cuisines, des écrits hagiographiques, cartographiques, et que sais-je encore, pour nous permettre, bien sûr, d'explorer les arcanes de la vie quotidienne et des sociétés musulmanes de l'Occident musulman, et aussi même jusqu'à nous parler des activités agroalimentaires, etc. Merci donc à Marianne Briseville pour ce texte que je trouve personnellement assez riche. Alors, je crois qu'on passe maintenant à la discussion. On a droit à 20 minutes de discussion d'après ce qui est programmé ici. Voilà, jusqu'à 10h15. Allez-y. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à Marianne Briseville. Marianne Briseville a soutenu en 2018 une très brillante thèse sous la direction du professeur Valarian. Cette thèse... Le titre de cette thèse est « L'alimentation carnée dans l'Occident musulman » où elle a travaillé sur des sources écrites mais aussi sur des sources matérielles. Elle est à la fois chercheure à Lyon 2 comme vous l'avez cité, mais elle est aussi chercheure à l'Institut d'Histoire de l'Alimentation et des Cultures Alimentaires ce qui est l'Institut européen donc à Tours. Elle a rédigé je crois aussi qu'elle est membre du comité scientifique de Food and History. Elle vient aussi de publier avec deux de ses collègues un livre extraordinaire sur l'alimentation en Méditerranée occidentale aux époques antiques et médiévales. Juste par rapport à cette communication, je voudrais juste dire que Riyad al-Nufus al-Maliki n'est pas un livre d'agiographie, mais il s'agit de Kitab Tarajm. Donc il faudrait peut-être faire juste cette remarque à Marianne. Voilà, okay. Merci. Ok, merci. Quelqu'un d'autre voudrait m'envoyer un yakhat al-Kalima? سي فوزي حاب نشكر المحاضرتين. اول شيء انا اعتقد انه لابد من تحديد مفهوم الطعام، هذا ضروري خاصه بالنسبه للمحاضره الاولى مدام حنان بشاوش، لان تحديد المفهوم يؤدي بنا الى ربما تجنب بعض الخلط. فاستعمال الزيت في التعذيب هل هو من باب الطعام؟ أعتقد هذا لابد من توضيحه. كذلك استعمال أو دس السم في الكمثري لا أعتقد أنه من باب ال اسمحوني لا أعتقد أنه من باب الأطعمة. فتبد من تحديد المفهوم. بالنسبة للمصادر، مصادر متنوعة بالفعل، ولكن هنالك مصدر أعتقد أنه منسي بعض الشيء، وهو قطب السرور في الأنبذة والخمور للرقيق القيرواني،
وأعتقد أن هذا كاتب مهم جدا من القرن العاشر يستدعي النظر فيه لأنه فيه الكثير من المعلومات. وشكرا. شكرا أستاذ فوزي على هذه الملاحظات. من يريد أن يأخذ الكلمة؟ إذن نعطي الفرصة للأستاذة للرد على سمح تفضل قل اسمك من فضلك. ظافر البلطي. مرحبا بك سي ظافر. سؤالي للأستاذة حنان حول مسألتين. بما نفسر وجود طعام بعينه في جميع الأصناف التي ذكرتها يتواتر ذكر الخبز في التعذيب وفي اليوم ثم إلى أي حد يمكن أن ننفي البعد التقصي عن الضيافة عن طعام الضيافة باعتبار أن هذا الطعام خاضع لمجموعة من القواعد التي توجهه من بدايته إلى نهايته. وشكرا. شكرا. هل من مداخلة أخرى؟ تفضل. أريد أن أسأل حنان أنا لا أعرف جيدا مادة الخطيب البغدادي ولكن يعرف مادة كتاب المنتظم لابن الجوزي. في هذه الأخبار التي تتحدث عن طعام المجاوعي وهو كذلك ما نجده في كتابات تاريخية أخرى هل حقا ما هذا الوصف الذي يتعلق بأكل لحوم البشر وطبخ النساء للأطفال وهل هذا لا يوجد فيه شيء من المتخيل شيء من التمثيل إلى أي حد تسلم الكتابة التاريخية من التمثيل وهي سرد. ثم لاحظت في هذا الكتاب منتظم لابن الجوزي التركيز الشديد على أسلوب العيش الزهدي وطعام الزهاد يعني كيف نفسر هذا التركيز عندما أقارن بين المادة المتوفرة عن طعام الجوع وعن طعام الزهاد أجدها مادة قليلة بالنسبة إلى فئات اجتماعية أخرى أو ثم هل توجد معلومات أنت ذكرت معلومات تتعلق بالجذب والقحط والأوبئة ولكن ألا توجد في الكتابين معلومات عن الخصب لأننا نعلم أن الحوليات في الكتب هذه كتب التاريخ الكبرى كما تذكر الجذب في سنة من السنوات وغلاء الأسعار والشدة إلى آخره فإنها في بعض السنوات كذلك تذكر يعني الخصب والأسعار هل نجد معلومات مثلا لتدخل السلطة في 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 الغلاء ما هي الحلول التي تقدمها السلطة السياسية للشدة هل نجد معلومات من هذا القبيل؟ شكرا. تفضل استاذ ايمن. Merci. J'étais très intéressée par ces deux communications, mais j'étais interpellée par l'approche multidisciplinaire qui devient nécessaire actuellement pour appréhender des périodes historiques. Et dans le cas de l'alimentation, dans la deuxième communication, il a été fait, disons, recours à des approches style des radioisotopes. Je dirais que les radioisotopes, c'est plus pour dater que pour identifier la nature des aliments. Par contre, actuellement, il y a des techniques qui relèvent de la génomique et de l'identification de l'ADN ancien qui peut permettre d'identifier précisément quelles sont les espèces consommées. Même si on n'a que des débris d'os qui ne sont pas identifiables ou attribuables à une espèce donnée, à travers l'analyse de ces restes, les analyses ADN actuellement sont extrêmement puissantes pour pouvoir le dire. Et associer cela aux histoires de datation
avec les radioisotopes, on est réellement dans la précision. Voilà. شكرا استاذ امل. تفضل. شكرا. سؤال أتوجه به إلى الأستاذة حنان بشاوش. عندما نتأمل في عنوان المؤلف الأول والمصدر الأول الذي اشتغلت عليه وهو تاريخ بغداد، قبل ذلك أقدم نفسي أنا أستاذ فلسفة، وسؤالي لن يشمل الجانب الفلسفي بل سأهتم بالجانب التاريخي. هو عنوانه تاريخ بغداد، ولكن ندرك جميعا أن تاريخ بغداد وأستاذ التاريخ معنا ليس هو تاريخ واحد. يعني الفترة العباسية مثلا والحكم العباسي تنقسم هذه الفترة إلى مراحل متعددة، يعني الفترة العباسية الأولى والثانية إلى آخره. هل من علاقة بين التاريخ والغذاء؟ يعني هذا هو سؤالي. يعني وشكرا. شكرا يا أخي، فكيت لي الملاحظة التي كنت أريد أن أقولها. مرحبا. هل هناك مداخلة أخرى؟ يعني الملاحظة التي أردتها أنه طبعا مفيد جدا هذه الأشياء لو نضعها في سياقها التاريخي، نضعها في سياقها التاريخي، لأن هذه الأمور والغذاء يتطور بتطور الفترات. ومفيد أن سيكون العمل أكثر ثراء حسب تقديري عندما نضع هذا الأشياء في السياق التاريخي. يعني كيف كانت قبل مثلا وكيف أصبح ستصبح بعد، تعطينا فكرة كيف تتطور الأغذية وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الموضوع حسب الفترات التاريخية، مش للتاريخ وإنما لفهم أفضل. من هنا رأى عبور التخصص مفيد، يعني العبور التخصص هنا يثري المعرفة ليس لكي يقلل منها. أشكركم وأعطي الكلمة للأستاذة لكي ترد على هذه الملاحظات. سأجيب بشكل إجمالي على الأسئلة. أوضح أولا أن مدونة المنتظم تحدثت عن تدخل قهري للسلطة، لكنها أيضا تطرقت إلى صورة السائس العادل الذي يتدبر شؤون رعيته ويذب عن قوتهم اليومي ويسعى إلى إنصافهم أيام الشدائد النازلة، ويحقق أيضا حسب المصنف المنتظم الطمأنينة في إطار وجود سليم متوازن. بالنسبة إلى تاريخ مدينة السلام، دعم طبعا الكتابة التاريخية شهدت تطورا واضح الملامح. اخترت هذه المدونة لأنها في الحقيقة اعتنت بدراسة المدن والحواضر ضمن ما يسمى بتاريخ المدن أو التاريخ المحلي. يعني هذا المصنف اهتم أساسا بعلماء المدن ورجالاتها ومفسرين، وفي نطاق ذلك وجدت يعني مادة طعام خصبة حسب قراءتي لهذه المادة هي يعني معنية بمدينة بغداد. شكرا. شكرا لك. لك ملاحظة أو رد أو شيء من هذا القبيل. Bon, je vais transmettre à Marianne Briseville les remarques pertinentes et les questions, notamment sur la question de Madame Gaïd sur l'analyse ADN. Il est clair que c'est important. La remarque pertinente de professeur Dabebi quant à la classification de certaines sources. La remarque la plus importante par rapport à ce papier, c'est justement l'importance de la pluridisciplinarité, l'importance du travail dans la discipline de civilisation arabo-islamique ou études culturelles et la relation avec l'histoire. Le travail de Marianne a souligné l'importance du corpus littéraire, mais aussi l'importance des ajouts récents par rapport aux fouilles archéologiques.
archéologiques et à certaines disciplines comme la céramologie qui étudie par exemple les jarres et les restes alimentaires. Donc je pense que c'est une ouverture intéressante. Une des remarques aussi importantes de Marianne dans sa recherche, c'est si elle compare la rive nord par rapport à la rive sud, le travail sur Al-Andalus par rapport au travail sur l'Occident musulman en Afrique du Nord, elle dit que on ne fait que commencer, qu'il y a tout un travail à faire, et donc c'est toute ma pensée et ma recommandation. Donc je renouvelle mon remerciement à Beit al-Hikma et au professeur Sihem Misewi Dabebi pour cette opportunité, et je pense que la recherche ne fait que commencer. Merci. Merci. شكرا. وهناك استراحة. ولا أي استراحة. ان كاردور 20 minutes, c'est pas grave.